جديد أبل من هواتف وساعات ومميزات الإصدار القادم. السلام عليكم، سيد حسين عالم أبل وياكم. واليوم مثل ما جبنون مؤتمر أبل وإيش فيه وإيش صار وكل شيء بنشرحه بالتفصيل، وسامحوني لأن الفيديو ما نزلته يعني من قبل لأن هتهكرت القناة مثل ما تعرفون وردت رجعتها. فقبل لا نبتدي شباب زر اللايك الاشتراك الشير عندك، وبس يا شباب يلا نبدأ. أولا شركة أبل ساعتها الجديدة اللي هي مثل ما تشوفون قدامكم ساعتها من الجيل الرابع تجيب بنوعين، النوع العادي والنوع الإيسم اللي هو نوع الشريحة الإلكترونية. بداية يا شباب ساعة الإيسم اللي هي تجيب الشريحة الإلكترونية ما بتكون متواجدة في المملكة، لكن أقرب شيء بتكون متواجدة في الإمارات. طبعا يا شباب الساعة أيضا أعطوها واجهة تشغيل أكبر وواجهة تشغيل جديدة وشاشة أكبر، وأعطوها أيضا السرعة وصار نظام تشغيل حقها اللي هو نظام S4 أسرع بكثير من النظام السابق، يمكن أسرع بمرتين. وأضافوا أيضا تحسينات على الصوت، وهذه الساعة بإمكانها تخطيط القلب، يعني وانت واقف فيها تخطيط قلب وانت واقف، فهذا شيء جدا خرافي. وأيضا في تحسينات كبيرة على الساعة وإضافات كبيرة واجد ذكروها في المؤتمر، لكن يعني بياخذون وقت واجد إذا أنا أذكرها. نجي نتكلم عن السعر، سعر ساعة الجي بي اس $399، أما ساعة الإيسم حوالي $499. أيضا السلسلة الثالثة نزلوا سعرها إلى $279. ومن ناحية السلسلة الرابعة يا شباب بيكون الطلب المسبق تاريخ 14/9 أو 14 سبتمبر، وتواجدها في المحلات تاريخ 21 سبتمبر. وأيضا بالنسبة للتحديث هذا بيتواجد أيضا في الساعات القديمة اللي هي ساعة الجيل الثالث تاريخ 17 سبتمبر، وبكون إياه من واجهات من أشياء جديدة يعني في التحديث، فترقبوها. والآن ننتقل للآيفونات. أبل أطلقت 3 آيفونات، وأول آيفون اللي هو الآيفون XS، ثاني آيفون اللي هو آيفون إكس ماكس، والآيفون الثالث والأخير اللي هو آيفون XR. فخلنا نبدأ يا شباب. أول شيء اللي هو الآيفون XS أو الآيفون تنس يحمل بشاشة حجم 5.8 إنش. بالنسبة يا شباب للآيفون إكس ماكس يحمل شاشة بحجم 6.5 إنش. ونتكلم أيضا على الكاميرا اللي فيها الترو ديبث، وأيضا يصور بكاميرا السيلفي وتصوير السيلفي و1000 اتش دي و60 فريم، وأيضا مستشعرات التعرف على الوجه وأشياء واجد. طبعا الكاميرتين اثنيناتهم 12 ميجا بكسل والكاميرا العريضة، وفي خاصية الـ HDR. وبالنسبة للنظام التشغيل الجديد اللي هو نظام iOS 12، طبعا الإصدار هذا حيتنزل بكرة اللي هو تاريخ 17/9 للجميع. بس إذا أنت كنت خايف ومتردد إنك تحدث فلا تحدث. أول شي حارس الناس يقول لك هل الإصدار تمام ولا مو تمام. أنا عن نفسي بحدث، وأول ما أحدث على طول بينزل لكم فيديو إن شاء الله بكرة. بالنسبة يا شباب للطلب المسبق بيكون متواجد له تاريخ 14 سبتمبر، يعني الحين هو متواجد. وبالنسبة للتوفر اللي هو بيكون يوم الجمعة تاريخ 21 سبتمبر. بالنسبة للنسخة المخففة اللي هي نسخة آيفون XR، طبعا هذه النسخة تأتي بمعالج i12، وطبعا تحمل شاشة LCD، يحمل هذا الهاتف شاشة LCD، وطبعا يحمل شاشة بمقياس 6.1 إنش. طبعا مثل ما تشوفون يا شباب الشاشة مبين ان الاطراف مالها هو ماخذ شوي على شكل الايفون اكس، لكن الاطراف مالها شوي اكبر وما يجي نحيف نفس الايفون اكس، يجي شوية متين. وبالنسبة للكاميرا مالته تكون 12 ميجا بكسل.
بعد بالنسبة للألوان حق الآيفون إكس إس والآيفون إكس ماكس، هي الذهبي الأبيض والأسود. اللون الذهبي عجيب صراحة. وبالنسبة للآيفون إكس آر يتوفر بستة ألوان: الأسود، الأبيض، الأصفر، البرتقالي، الأزرق والأحمر اللي مو موجود حاليا. بالنسبة للأسعار، الآيفون إكس إس يتوفر $999، وطبعا كلهم يتوفرون ب64 256 516 جيجا، عاد انت واللي تريده. والآيفون إكس ماكس يتوفر ايضا بنفس الجيجات او مساحة التخزين بسعر $1099. تاريخ التواجد 21/9/2018، يعني يكون يوم الجمعة. بالنسبة للآيفون إكس آر بيكون سعره $749، وبيكون توفر تاريخ 30 أكتوبر، وإذا حاب تطلبه بيكون نصف أكتوبر. طبعا يا شباب مثل ما تشوفون الآيفون إكس خلاص ما عادت أبل تصدر منه، مثل ما تشوفون هذه الأسعار الحين من الآيفون 7 إلى الآيفون 10 ماكس. وبالنسبة لنظام تشغيل موجافي، حيتواجد هذا النظام وتقدر تنزله تاريخ 24 سبتمبر هذه السنة. يعني يا شباب بتشوفون رابط مفصل عن التحديث الجديد اللي هو الاي او اس 12، انا شرحت عنه سابقا برابطه بتشوفونها الحين، اول رابط في الوصف. وبس شباب وصلنا للختام، لا تنسون لايك وسبسكرايب كومنت شير، شكرا لنا معكم المستمر. وبس يا شباب ما بقى شيء على 1000 مشترك، بس يا شباب مع السلامه.